سمعونا حسكم ايه يا اولاد؟ مفيش زيكم؟ سمعونا حسكم ايه؟ سمعونا حسكم ايه؟ ايه اللي حصل عندكم ايه؟ وغيرك حاول بس تزاول. اشقائنا الاماراتيين امبارح مستغربين من حاجه، يعني احنا بالنسبه لنا عادي، يعني بيقول لك ازاي ال 60,000 دول بيقولوا نفس الكلام في وقت واحد 90 دقيقه؟ يعني ازاي كلهم بيغنوا اغنيه واحده او بيقولوا نفس الجمله او نفس الهتاف بنفس الطريقه مع بعض كلهم كده، هم متفقين مع بعض ازاي دول؟ حصل ازاي ده؟ بعد يقول لك حصل ازاي الكلام ده؟ فالحقيقه هو ده سمه الجمهور المصري وطعم الجمهور المصري، طعم غير زي ما اشقائنا في الخليج بيقولوا. والماتشات اللي فيها جمهور كبير زي ده مش بس ملهمه على فكره للعيبه في الملعب، ده ملهمه حتى لينا احنا كمقدمين، واعتقد ملهمه كمان للمعلقين. انا معايا على الهاتف صديقنا المعلق السعودي الشهير فهد العتيبي. صديقنا الاستاذ فهد، مساء الخير كابتن محمد، تحياتي لك ولفريق العمل. مساء الفل. تفضلت، كان في قصه الهام جميله من الجمهور في مباراه امس، وفعلا كانت ملهمه. بتفرق، احنا بتفرق معانا كمقدمين بعديها بساعتين ولا بساعه او في الاستوديو بتاع. كان تحفه امس بصراحه، فما بالك انتوا بتعلقوا على المباراه وسط الجمهور، ويعني قول لي بقى بتتفاعل مع الكلام ده مع الاجواء دي كمعلق؟ وبصراحه يعني مثل ما تفضلت، حضور الجمهور له تاثير كبير على الجميع ومنهم احنا كمعلقين. منظر الاستاد بالامس كان واحده من مباريات، بدون مبالغه، مباريات الشامبيونز ليج. اما اشوف ملعب فيه 60-70 ألف متوحدين بلون واحد، اللون الاحمر، كان حدث كبير بصراحه، ويعطينا حافز كبير جدا انه نؤدي اشياء كثيره في التعليق، وانه نقدم عمل كبير في التعليق. فانا استمتعت بصراحه بالحضور الجماهيري مثل ما استمتعت في الماتش. قول لي بتتعاطف بقى مع الفريق اللي معاه جماهيريه؟ انت اكيد بتبقى داخل عايز تبقى محايد مؤكد. والله شوف، هو في الاخير يعني احنا نتعاطف مع الكره الحلوه، مع الكره الجميله، مع الكره الهجوميه. بغض النظر عن الحضور الجماهيري، امس كان النادي الاهلي والطرف الافضل في التسعين. مظبوط، كان سيطرته اكبر. يعني كان الفريق اللي مسيطر على المباراه، اللي يعرف كيف يفوز، اللي يعرف متى يهاجم، اللي يعرف متى يتراجع. تقريبا العين المحاولات على المرمى بين الخشبات الثلاث تقريبا ما تتعدى محاولتين او ثلاث محاولات في التسعين دقيقه. فهذا يعطيك ايحاء واضح انه النادي الاهلي استحق الفوز بصراحه امس، وكان واضح انه سيد كولر مجهز الماتش بشكل كويس، واللعيبه ادوا مباراه كبيره جدا، على الرغم من انه انا عندي قناعه انه الفريق كان بامكانه يقدم اداء افضل. بعض اللعيبه ادائهم كان اقل من المتوقع، مثل الكابتن حسين الشحات اللي عنده امكانيات اعلى بكثير من اللي شفناها في مباراه امس. طيب المعلقين اللي يعني اللي هم بقى مشاهير جدا وبيدخلوا البيوت، وفي مباراه امبارح انتوا يعني زي كده فهد العتيبي وفارس عوض طبعا مع يعني مع الحفاظ بالالقاب، يعني انتوا كلكم نجوم كبار، الخليل البلوشي، عامر عبد الله، يعني التعليق مدارس اللي انا فاهمه مدارس، يعني في اللي بيبقى مجهز جمل معينه او كلمات معينه قبل التعليق، في اللي بيتفاعل وبتطلع منه الجمل تلقائيه بقى، يعني هو من تفاعله بيبقى حاضر طول الوقت من التفاعل اللي بيبقى عايشه في المباراه. مظبوط كده انا فاهم ولا تمام؟ لا تمام، هو كل معلق اكيد بيجهز معلومات ذات معلومات اوكي للمباراه، كما الافيهات والكلام اللي هو مظبوط، بس في اشياء تجي وليده اللحظه، يعني مع المباراه تلقائيه حلوه تلقائيه بالضبط. يعني لما انت تتفاعل مع لقطه حلوه، مع كوره مثل هدف كابتن عاشور، كان هدف جميل، فتخلي المعلق يطلع اللي في داخله، عايز يتنطط وقاعد هو مستمتع. فصراحه يعني لما تشوف اللعبه الحلوه تستمتع فيها، تعبر عنها سواء في اشياء انت مجهزها او اشياء تطلع منك تلقائيا. فهذا يرجع للمعلق كيف يعيش الماتش وكيف يعيش احداث. كل ما تعيشه اكثر كل ما بتوصل لقلوب الناس اكثر بالضبط واسرع. بالضبط. فانا اعتقد انه انا على المستوى الشخصي بصراحه كانت ليله حلوه جدا، واستمتعت في كل تفاصيلها في مباراه امس. وبيني وبينك انا كنت اتوقع انه يكون فيه
اداء اقوى من العين، توقعت مباراه تكون فيها حماس طبعا اكثر. العين فريق كبير وعنده نجوم أيوة كبيره، طبعا اكيد هو من الفرق الكبيره، بس برضه هو اتخطف من الجمهور اللي موجود بصراحه، كان واضح من اول دقيقه. كان عنده تاثير الجمهور بدليل انه يحيى نادر اخطا في لقطه الهدف الاول، وقبليها كان في ارتباك اول 10 دقائق ربع ساعه بصراحه، ولكن ايضا يعني. بعد هذه تبرز لك قيمه المهاجم. وسام لما جاء الخطا على طول استغله، بعض المهاجمين ممكن تعدي منه كوره من هالنوع طبعا، لكن وسام كان حاضر ذهنيا واضح ما شاء الله في الجانب البدني وفي الجانب الذهني والتركيز العالي. اي هفوه اي غلطه هذه مهاجم الهداف اللي يعرف يشم رائحه الاهداف ويستغل الفرص، فكان بارع جدا في استغلال كوره سريعه ومباشره حطها في المرمى، وهذا سهل مهمه بعد كده على النادي الاهلي. طب انت يعني تفاعلت جدا مع الجول بتاع امام عاشور، استمتعت. انا من الناس المهتمين جدا بالامكانيات، يعني انت ليك جمله كده مشهوره. هو كابتن عاشور بصراحه من اللعيبه اللي متعوني، اللعيبه اللي يمسكوا اللي عندهم امكانيات كبيره، وانا احب اللعيبه المهاريين الخلاقين المبدعين اللي عندهم اللمسه اللي عندهم السحر في الملعب. فهو قدم دقائق حلوه مش الماتش كامل، لكن على سبيل المثال انا كنت طول المباراه اشيد بالكابتن مروان انه هو اللي مجهود ضخم عامل جيم عالمي بصراحه. تمام. عالمي يعني في نص الملعب هو مغطي خط النص بشكل غريب. تمام. يعني عامل مباراه كبيره جدا، ويمكن ناس كثير تتكلم عن عن اللي سجل هدف اللي صنع الهدف ما تاخذ في بالها اللاعب اللي يؤدي مجهود في الملعب اللي يبني الهجمه واللي يقطع الكوره واللي فكان كابتن مروان امس كان قدم مباراه عظيمه جدا، انا استمتعت فيه بصراحه. طب انا هسالك السؤال الناس بتساله لك اكيد في كل حته، انت كابتن اهلاوي ولا زملكاوي؟ اكيد لا انا خليني في النص، انا حبايبنا الاهلاويه والزملكاويه كلهم يعني. مش هتعلن هنا؟ ماشي اوكي ما عنديش مشكله. طب في السعوديه ولا في السعوديه؟ احنا المعلقين دائما الواحد يحاول قدر الامكان. خلاص يبقى انا هقعد معاك قاعده لوحدينا كده نفضفض انا وانت، نقول كل واحد فينا يقول. ماشي. طب كابتن يعني المعلق يعني هل انت كنت يعني كان من ضمن اهدافك او رغباتك زمان انك تبقى معلق، ولا جت معاك بالصدفه، ولا كانت من ضمن احلامك؟ لا اكيد هي الموضوع كان في البدايه عباره عن هوايه من الداخل، يعني في وانا صغير في السن كنت حاب اني اكون معلق في يوم من الايام، والحمد لله مع الوقت انه لما حصلت على الفرصه دخلت في مجال التعليق، وبفتره بسيطه جدا انتقلت لقنوات اللي تنقل احداث اوروبيه كبيره، ابتداء من او اس ان الدوري الانجليزي الممتاز، بعدين ابو ظبي الرياضيه لما كانت مالكه حقوق الدوري الانجليزي الممتاز، بعدين بي ان سبورتس اللي عندها كل الاحداث الرياضيه في تلك الفتره ولا زالت. فكان هو شيء من الطموح اللي كان عندي والرغبه اني اكون في يوم من الايام معلق مشهور، معلق باسم كبير، والحمد لله الواحد يبذل جهد والرضا من رب العالمين، وان شاء الله نكون نأدي حاجه تقنع ولو جزء بسيط من الناس. طيب كابتن مؤكد المعلق محتاج حنجره قويه، انت بتقعد 90 دقيقه متفاعل مع المباراه والصوت، المعلقين دول دايما انا بوصفهم كده زي رسم القلب طالع نازل يتفاعل طول المباراه، يعني هل المعلقين يعني بيبقى لهم طقوس خاصه للحفاظ على الحنجره وحفاظ على الصوت وعشان بحت؟ والله هو الراحه الكافيه قبل المباراه، المشكله لما يكون عندك ضغط مباريات هذا الموضوع يصير مزعج شوي متعب للمعلقين، لما يكون عندك ضغط مباريات تعمل ايه بقى؟ بتاخد فانت تحاول قدر الامكان تريح شوي، دائما تحاول ترتاح ما تتكلم كثير بعد المباريات. فالموضوع يحتاج يعني احنا اخذنا خبره فيه وصار سنه نتعايش معه، انه عارف بتريح الحنجره شويه. مظبوط، انه في الاخير هذا شغلك وانت هذا عملك، فانت مضطر انك تتكيف مع الوضع وتتكيف مع يعني لو يومين يا كابتن ورا بعض تعليق بتبتدي تحس انه محتاج تريح. والله اوقات يكون اكثر من يومين، يعني يكون في 5 ايام يكون عندك 4 ماتشات مثلا. يا فالموضوع مش شوي طبعا تقعد طول اليوم ساكت مش عايز تتكلم. ايوه، والمشكله انه في نوعين معلقين يعني يتعامل مع بعض المباريات ببرود، انا من الناس اللي لا احب انه كل مباراه اني اكون متحمس واكون طبعا يعني متفاعل طبعا الجو متفاعل عشان الناس تعيش معاك، لانه انا في الاخير احب انه الناس اللي تتابع تستمتع في المباراه. وهذا واجب علي، يعني لما انا اكون في كابينه التعليق واجب علي انه الناس اللي خلف الشاشات يستمتعون، فمن داخلي احاول اقدم كل ما املك عشان الناس. طب اكثر دوري لما بتعلق عليه او مباريات بتعلق عليها يا كابتن فهد
بتحس ان فيها ردود افعال قويه جدا معاك. والله شوف، في 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 دوريات وفيها انديه جماهيريه بغض النظر عن الدوري، يعني مباراه زي مباراه امبارح، يعني اشوف ردود افعال كبيره من جمهور نادي الاهلي. تمام. على السوشيال كمان يعني واخدين لقطات من التعليق بتاعك مع المباراه، وعلى السوشيال الناس مشاركه حاجات كتيره جدا. يعني الدوري الانجليزي يمكن هو الدوري يستمتع فيه اكثر من غيره، ولكن في فرق جماهيريه التعليق لها يعمل صدى كبير. الاهلي في 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 مصر مع الزمالك، الانديه الاوروبيه مثل ريال مدريد، برشلونه، هذه الانديه لما تعلق عليها تحس انه درجه المتابعه كبيره جدا وردود الفعل كبيره جدا. وبصراحه انا من الناس اللي عشان اعترف لك انه اللي كنت اتمنى في يوم من الايام، وللاسف فاتني هذا الشيء وندمت بصراحه، ما كان في يدي، انه كنت اتمنى لو كنت علقت على مباريات النادي الاهلي في الفتره اللي كان فيها كابتن مانويل جوزيه، الفتره الذهبيه للنادي الاهلي اللي كان فيها. وانت بدات عليه من امتى يا كابتن؟ ما انا كنت موجود في تلك الفتره في بي ان، وفي بس كنا مركزين على مباريات اوروبيه وما كانت يعني مانويل جوزيه كان وقتها الاي ار تي ولا البي ان؟ ما كانش البي ان. جت في الاي ار تي، وبعدين جت فتره في ال يعني حضرتك اشتغلت في الاي ار تي؟ انا اشتغلت في وقت الاي ار تي، كنت اعلق على الدوري الانجليزي في ابو ظبي. اوكي، الدوري الايطالي. أيوه. فانا اتذكر الفتره الذهبيه اللي كان فيها نجوم كبار، ابو تريكه بقى وعماد متعب والجمعه مظبوط، الجماعه دول اللي كانوا مكسرين الدنيا بصراحه ما شاء الله. النادي الاهلي معوض وحسن مصطفى والحضري ونجوم كبار جدا، فريق تاريخي يعني، فانت الفرق التاريخيه اللي من هالنوع. انت كان نفسك الفتره دي عشان اداء الاهلي ووقتها وانجازات الاهلي، علشان نادي الاهلي كان في الفتره ذيك يقدم اداء خرافي. هو الاهلي لسه يفوز ياخذ الالقاب، ما تغير شيء، الاهلي هو بس دي اكثر فتره كاداء. بس الناس اللي كانوا في الفتره دي كانوا يلعبون كوره كوره اكثر متعه، اكثر جمال، فهذه تغري المعلق كثير. هم انما الاهلي ما تغير، هو نفسه يفوز، الاهلي لسه يفوز بكاس افريقيا، ولسه الاهلي يفوز بالبطولات، ولسه الاهلي يلعب في كاس العالم. الايام والسنين بتتغير والاهلي ما بيتغيرش، الاهلي هو نفسه يعني، ما تتغير جيل. وانا قلتها في الماتش انه جيل بعد جيل ونفس روح ونفس تيجي، والاهلي هو الاهلي يعني ما يتغير، مين ما كان يكون موجود الاهلي نفس الكاريزما نفس الشخصيه. حاجه زي ريال مدريد في الشامبيونز ليج ولا في الدوري الاسباني، ودي حاجه مش سهله لمؤسسه تفضل. الاستمراريه هذه عظيمه جدا طبعا، مش طبيعيه. اكيد كابتن فهد، انا استمتعت بيك امبارح واستمتعت بيك النهارده حبيبي يا كابتن، اتشرف فيك وان شاء الله، ودايما موفق ان شاء الله، وبنستمتع بيك طول الوقت وشرفتنا. شكرا يا كابتن محمد. الله يخليك. كابتن فهد العتيبي طبعا من نجوم التعليق دلوقتي في الوطن العربي، وامبارح كان في نجوم كتير بتعلق على المباراه، خليل بلوشي في اون، فهد العتيبي طبعا، وفارس عوض معلق الرائع في ام بي سي، وعامر عبد الله في ابو ظبي الرياضيه. يعني امبارح الحقيقه كان في متعه تعليقيه، ما تبقاش عارف انت عايز تسمع مين ولا مين ولا مين. عشان كده النهارده الناس مشيره من كله في افيهات لكله على السوشيال ميديا، وزي ما قال كده انه انت بتعيش الاجواء زي اللعيب زي الممثل اللي على المسرح كده، كل ما يبقى فيه جمهور اكتر ومتفاعل اكتر، زي المطرب وبيغني كل ما يبقى فيه جمهور اكتر ومتفاعل اكتر، هو اداؤه بيختلف يبقى احسن واحسن واحسن. المعلق كده الحقيقه يعني.